بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أعزائي الطلاب، وفي فيديو جديد سنتحدث في هذا الفيديو عن قوانين نيوتن، وهو الفصل الرابع الموجود في كتاب الفيزياء للصف العاشر. ولكن قبل أن نبدأ نذكركم بالاشتراك بالقناة وأن تقوموا وضع أي تعليقات عن هذه الفيديوهات ونشر هذه القناة، وإن أعجبكم الفيديو فضعوا زر لايك، ولا تنسوا أن تفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. في البداية سنتعرف على القوة، والقوة هي كمية فيزيائية متجهة، بمعنى أن هذه يحتاج لتعريفها مقدار ووحدة قياس واتجاه، فلا بد أن يكون لها اتجاه فهي كمية متجهة، وتعريفها هي تعبر عن مؤثر خارجي قد يغير حالة الجسم الحركية من حيث شكله، سرعته، اتجاهه أو جميعها معا. بمعنى أن هذه القوة قد تغير من شكل الجسم، في مثال قد يعطيك إياه، لو قمت بخبط شيء زجاجي فإنك تكسره، وبالتالي قوتك سببت في تغيير شكله. القوة الاحتكاك قد تغير تبطئ من سرعة السيارة، عند يقوم الحارس بصد كرة قد يغير اتجاهها. ومن أنواع هذه القوى في البداية هي قوة الوزن، ويرمز لها بالرمز واو، وهي عبارة عن مقدار القوة التي تؤثر بها الأرض في الأجسام فتسحبها نحوها ويكون باتجاه مركزها، وهذه القوة هي التي تكسب الأجسام أوزانها. وهنا قبل أن نبدأ في باقي الأنواع نريد أن نقارن بين تعريفين، وهنا نريد أن نقارن بين الوزن والكتلة. فمن حيث التعريف، قوة جذب الأرض للجسم نحو مركزها هي تعريف الوزن، بينما الكتلة مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. القانون الذي نستخدمه في الوزن هو عبارة عن الكتلة ضرب عجلة الجاذبية، تصارع عجلة الجاذبية، بينما في الكتلة قد نستخدم حسب هذا القانون اللي وهي واو على تقسيم جيم، وقد يعطيك في بعض الحالات تصارع فتكون الكتلة تساوي القوة على التصارع. نوع الكمية في الوزن هو كمية متجهة، وفي نفس الوقت هو كمية مشتقة، بينما الكتلة هي كمية قياسية أساسية، متجهة لأنها تحتاج إلى اتجاه، ومشتقة لأنها تشتق من الوحدات الأساسية. وبينما الكتلة هي قياسية لأنها لا تحتاج اتجاه، وأساسية لأنها لا يوجد أبسط منها. أداة القياس هنا الميزان النابض في الوزن، بينما في الكتلة الميزان الحساس الإلكتروني أو القبان البلدي أو الميزان الحساس أو ميزان ذو الكفتين. وحدة القياس نيوتن هنا كيلوغرام. قد نضيف شيء أخير وهي الثبات، فالوزن هو كمية متغيرة حسب الجرم السماوي الذي له أو حسب الجاذبية التي تؤثر في كتلة الجسم، بينما الكتلة هي كمية ثابتة لا تتغير بتغير الجاذبية. وللمقارنة بين أنواع القوى، ونعتذر عن التصوير بالشكل المائل، والمقارنة من حيث تعريف، هنا عندي عدة أنواع من القوى، وهي قوة الوزن، قوة التلامس العمودية، قوة الشد في الحبل، قوة الاحتكاك، قوة المرونة للنابض، القوة المركزية. من حيث التعريف، قوة الوزن هي قوة جذب الأرض للأجسام نحو مركزها وتحدثنا عنها. من حيث قوة التلامس العمودية، وبالعموم قوة الوزن يرمز لها بالرمز واو، بينما قوة التلامس العمودي يرمز لها بالرمز را، وهي القوة العمودية
التي يؤثر بها السطح على الجسم الملامس له، خصوصا عندما يكون السطحين متلامسين. قوة الشد في الحبل، قوة تنشأ في الحبل بسبب تأثير قوة عليه، ونقصد هنا الكتلة، ويكون هذا قوة الحبل خارجة في من الجسم باتجاه الحبل. قوة الاحتكاك، ممانعة الجسم لتغيير حالتها بفعل قوة خارجية تنشأ بسبب تداخل النتوءات على السطحين، بمعنى أن سطحين خشنين بينهما نتوءات، هذه النتوءات تداخلها يسبب قوة الاحتكاك، وهذه القوة تحاول وتقاوم وتمانع من تغيير حالة الجسم. قوة المرونة للنابض، وهي القوة التي تعمل على إرجاع النابض لوضعه الأصلي بعد زوال القوة المؤثرة عليه، وسنتحدث هنا في عدة أمور. القوة المركزية، وهي القوة التي تنشأ عندما يتحرك الجسم في مسار دائري واتجاهه باتجاه مركز الدائرة. لو تحدثنا عن العلاقات التي تجمع هذه الأوزان، فالعلاقة في الوزن هي واو تساوي الكتلة ضرب عجلة الجاذبية، بينما را تساوي الوزن وقوة التلامس العمودية التي يرمز لها بالرمز را تساوي الوزن في حالة كان هذا الجسم أفقي فقط، بمعنى أن را تساوي الوزن. فلو أعطيناك أن الكتلة 5 كيلوغرام، فالوزن يساوي كاف ضرب جيم، فخمسة ضرب عشرة ويكون 50 نيوتن، إذا را في هذه الحالة هي 50 نيوتن، فهو قوتان متساويتان في المقدار لكن متعكستان بالاتجاه، حيث قوة التلامس العمودي تكون عمودية على الجسم، بينما قوة الوزن تكون باتجاه مركز الأرض. قوة الحبل، حسب قوة شد الحبل والقوة المؤثرة عليها والشكل والتصارع وعدة أمور. قوة الاحتكاك، هي قاف ح تساوي ألف في وأنا ألف وثابت المرونة في راء قوة التلامس العمودي، لكن لا نستخدم هذه في الحل في مرحلة الصف العاشر. قاف تساوي سالب ألف في سين قاف، وهي نعبر عنها قوة الاسترجاع، ثا وهي العكس الحركة عكس الإزاحة، ألف ثابت المرونة وحدة نيوتن لكل متر، وسين الاستطالة وحدة المتر. قاف في القوة المركزية، قاف تاميم وهي عبارة عن تطبيق لقانون نيوتن الثاني. الاتجاه بالنح حيث الوزن، وهي نحو مركز الأرض. قوة التلامس العمودية تكون عمودية على سطح الجسم بمثل هذه الصورة. قوة الشد في الحبال تكون في اتجاه الحبل خارجة من الجسم. قوة الاحتكاك عكس حركة الجسم لأنها قوة ممانعة تساويها في المقدار لكن تعاكسها في الاتجاه. قوة التلامس الإمادية عكس الإزاحة أو الاستطالة، وهنا نقصد بقوة الاسترجاع باتجاه مركز الدائرة، وهي نقصد القوة المركزية. إذا لو لاحظنا أن هذه القوة من حيث لها عدة علاقات وحدة اتجاهات تستطيع أن تعمل منها عدة مقارنة، وهذا الجدول يلخص لك هذه الأمور. لكن يوجد بعض التعريفات الفرعية، ومن هذه التعريفات الفرعية سنتحدث عن أمرين. الأمر الأول وهي المرونة. في طبعا هنا تحدثنا عن تعريف الوزن وقوة التلامس العمودي والاحتكاك والشد والمرونة. المرونة في قوة المرونة، والمرونة هي قوة المرونة أو قوة الاسترجاع، هي القوة التي تعمل على إرجاع النابض لوضعه الأصلي بعد زوال المؤثر على النابض، بمعنى أنك عندما تسحب نابض فإن هذا النابض الذي يسبب رجوعه هو قوة الاسترجاع، وبسبب أن النابض له المرونة. لماذا؟ ما هي المرونة في النابض؟ هي قدرة النابض على الرجوع لوضعه الأصلي بعد زوال القوة المؤثرة عليه. فهذا النابض لو أنك سحبته أو ضغطته لمسافة 5 سنتي فإنه يرجع بعد زوال هذه القوة لوضعه الأصلي، وهذه مرونة. نقول أن النخلة مرنة لأن عندما تقوم الرياح بإمالتها تستطيع الرجوع لوضعها الأصلي بعد زوال الرياح. إذا الجسم المرن هو الجسم الذي يستطيع أن يرجع لوضعه الأصلي. وهنا ليست الأشياء بالمطلق لكن يوجد لها حدود، وهنا يوجد حد للمرونة. فالمرونة هو الحد الذي لو تجاوزه الجسم
بمعنى أنك هذا النابض لو سحبته حتى 5 سنتي فإنه يستطيع أن يرجع إلى وضعه الأصلي، لكن لو سحبته 5 سنتي وملي فإنه لا يستطيع الرجوع لوضعه الأصلي. إذن في هذه الحالة حد المرونة هو 5، لأنه لو تجاوز هذا الحد لا يستطيع أن يرجع لوضعه الأصلي ويثبت عند الطول الجديد. فحد المرونة هو الحد الذي لو تجاوزه الجسم أو النابض لا يرجع لوضعه الأصلي ويبقى عند الطول الجديد. وهنا هذه هي التعريفات. وهنا يوجد تعريف لقانون هوك، وقانون هوك لا يوجد في الكتاب لكن يتعلق بقوة الاسترجاع، وتحدث عنه العالم البريطاني هوك وقال أن القوة التي تعمل على إرجاع النبض وهي قوة الاسترجاع هي قوة تتناسب طرديا مع مقدار الاستطالة لكن عكسيا مع الاتجاه. والقوة المركزية وتحدثنا عنها، القوة المركزية هي القوة التي تنشأ عندما يتحرك الجسم في مسار دائري باتجاه مركز الدائرة، وهنا يتنشأ عنها تسارع مركزي وهو تسارع الجسم في مسار دائري مثل تسارع القمر حول الأرض، تسارع الأرض حول الشمس بسرعة ثابتة واتجاه نحو المركز. الزمن الدوري، وهنا نقصد بالزمن الدوري للحركة الدائرية، وهو زمن إكمال دورة كاملة في محيط الدائرة أو حاصر قسمة المسافة المقطوعة في محيط الدائرة على السرعة، وهذه من الصيغة الرياضية. التردد عدد الدورات التي يدورها الجسم خلال ثانية واحدة، بمعنى هو مقلوب الزمن الدوري. ولو أردنا أن نتحدث في القوانين المتعلقة بالأشياء التي تحدثنا إليها تكون كالتالي، ولكن قبل أن نتحدث عنها نريد أن ننوه ما هي فوائد الاحتكاك. وهنا تحدثنا عن قوة الاحتكاك وهي القوة الناشئة عن تداخل نتوءات الجسم وتسبب ممانعة الجسم لتغيير حالته الحركية. هنا نقصد أن المساعدة على حركة الأجسام والكائنات والتحكم بها، حركة الآلات التي تستخدم جلود لنقل الحركة بمعنى الجلود والسيور وقطع الجلدية التي تستخدم في محركات السيارات، توليد الحرارة، الفرامل السيارات. علل لماذا التسارع هو التغير في السرعة المتجهة مقدار المتجهة وليس مقدار السرعة فقط. وهنا نقصد لأن اتجاه حركة الجسم تتغير لحظيا فإن السرعة المتجهة تتغير. جد في مسألة جد الزمن الدوري والتردد لجسم يدور في دائرة نصف قطرها 100 متر بسرعة 4 متر لكل ثانية. نون تحدثنا عنه وقلنا عندما تحدثنا عن الزمن الدوري هو عبارة عن نصف محيط الدائرة على السرعة. محيط الدائرة 2 باي ناقص هي 2 ضرب 3 و 14 من 100 وهي عبارة عن طاء أو 22/7 ضرب 100 وهو نصف القطر المعطى لديك على السرعة وهي 4. في هذه الحالة تكون 157. التردد هو مقلوب الزمن الدوري وهو 1 على نون 1 على 175، ووحدة قياس التردد هي هيرت. قد يأتي لك في جزئية هذه الجزئية عبارة عن عملية جدول بياني، من هذه البياني أن تقوم يريد منك أن تحسب الكتلة الجسم ثابت النابض، وسنتحدث عن هذه الجزئيات في فيديو آخر، لكن نريد أن نعرج على جزئية أخرى. جسم يدور في مسار دائري نصف قطره أو قطره 50 متر بسرعة 10 متر، يريد الزمن الدوري للجسم، يريد تردد حركة الجسم، التسارع. فالزمن الدوري هو نون 2 باي نق على عين، وبالتطبيق 2 ضرب 3 14، طبعا هنا نصف القطر لأن القطر هو 50 لأن هو نصف 25 على 10 فهو 15.7 ثانية. تردد مقلوب الزمن الدوري فهو 1 على 15.7، الوحدة تكون هيرتز. التسارع هو مربع السرعة على نصف القطر، والسرعة هنا 10 متر في 10 تربيع 100 على 25 وهو نصف القطر تكون 100 على 25.4 ثواني. وهنا مثال آخر يتعلق بالزمن، لكن هنا في هذا المثال في القمر الزمن الدوري كان باليوم، ونحن لا نتعامل باليوم. لو أردنا أن نتعامل
الثانية نريد أن نحول الزمن الدوري بضربه 24 ساعة من أجل أن نحوله إلى ساعة، وكل ساعة 60 دقيقة وكل دقيقة 60 ثانية، وتكون هذا الرقم هو بالثانية. وده بالنسبة لكيلو متر نضربه بألف حتى نحوله للمتر، ونستخدم نفس القانون ثانيا، ما هو التصارم المركزي عين تربيع على نقط. طبعا لا يوجد لدي عين لأنه لم يعطيك سرعة، فنستطيع حساب عين لأن لدي الزمن الدوري ولدي نصف القطر، فعن طريق قانون 2 باي نق على نون تستطيع حساب السرعة، ومن خلال السرعة نربعها لنأتي بالتسارع المركزي عند قسمتها على نصف القطر. وهنا مثال آخر، تدور سيارة حول الدوار، شهداء الذي نصف قطره 15 بسرعة 300.